60 عاما مضت منذ بدأ خيري أبو رجب التميمي عمله في مكتب وقف الصحابي تميم بن أوس الداري، مهمة تتلخص باستقبال الراغبين بالانتفاع بالأراضي الوقفية في مدينة الخليل، شرف ناله أحفاد الصحابي منذ ما يزيد عن 1400 عام. ففي مدينة الخليل تبقى ملكية الأرض للعائلة ويحصل الشاري على المنفعة فقط. عملنا هنا يعني بيشمل جميع مصالح الذرية وسكان المدينة بشكل عام في استلام طلبات الواردة من التسوية ومن سجلات الطابو، إدارة الطابو، دائرة تسجيل أراضي الخليل لتلقي الأحكار وإعطاء الإذن لمدير تسجيل الأراضي بأنه قد استوفينا الأحكار ولا مانع لدينا من قبول الطلب. في وقف الصحابي تميم الداري تحدد الأحكار للأراضي الوقفية بواسطة نظار يتم اختيارهم من أفخاذ العائلة على أن يعتمدوا لاحقا من متولي الوقف الذي يعين من القاضي الشرعي في الخليل. هذا الإنطاء يشمل مدينة الخليل. الأسماء التي سميت في هذا الإنطاء كان لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بالوحي، يعني من عند الله عز وجل. فنحن نتشرف بهذا الإنطاء وبهذه الأراضي التي ينتفع بها الآن، وهي مساحتها 86 ألف دنم، أبناء مدينة الخليل والجبل أيضا وينتفع بالمنفعة. أما رقبة الأرض تبقى وقفا إلى يوم القيامة لا تمس. خلال فترة الانتداب البريطاني ساهم الوقف في الحفاظ على الأراضي في مدينة الخليل، واليوم يحاول الاحتلال الإسرائيلي اعتبارها أراضي أميرية لتسهيل السيطرة عليها. حاول الاحتلال ومنذ العشرينات من القرن الماضي أن يصبح أسما على وقف تميم بأنه من أصل أراضي أميرية. رفعت دعوة من قبلنا أمام المحاكم وربحنا القضية، وصدر القرار بأن وقف تميم وقف صحيح، مع أن وقف سيدنا إبراهيم وقف تخصصات، أما وقف تميم فهو وقف صحيح. وفي عام 80 أخذ نفس القرار من قبل الجانب الإسرائيلي وربحنا القضية، ولم يستطيعوا أن ينفوا عن هذا الوقف أنه وقف إسلامي. استطاعت عائلة التميمي في الخليل بناء مجمع الصحابي تميم بن أوس الداري الذي يضم مكتبة أرشيفية تحفظ وثائق الوقف، بالإضافة لكونه ملتقا ثقافيا واجتماعيا لعائلة التميمي وعائلات المدينة. هو الوقف صحيح هو في حبس خلينا نقول لرقبة الأرض، لكن في تسبيل للمنفعة، تكون المنفعة في سبيل الله. فالوقف استفاد منه التميميون وغير التميميون، والوقف ساهم في بناء مؤسسات المجتمع المدني، المستشفيات، المدارس، المساجد، التكايا. توارثت عائلة التميمي شرفية وقفية الإنطاء جيلا بعد جيل، ولم يكن الأمر سهلا، وهذا دفعها لخوض سجالات عديدة خلال القرون الماضية للحفاظ على هذه الأمانة. من مدينة الخليل حمزة الحطاب لوكالة وفاة.